لي زامي السيمانه اللي فاتت فاش كنت انونسيت لكم باللي هاد الحلقه غادي نديرو على بابجي موبايل وصلنا بزاف ديال لي كيسيون من عندكم دونك نمشيو نشوفو لا كيسيون الاولى. كنشوف بزاف الفيديوهات ديال لي هاكر ديما راه واش نقدرت انا شي نهار نربحهم ولا صعيب دونك سمعتي لا كيسيون كيدوي على لي هاكر واش بوسيبل نربحوه. هاد المشكل ديال الهاكرز كاين في اي جيم فهمتي ما صعيب وسيتو الجو اللي كيكون فابور الهاكرز كيكونوا بزاف كيكون عندهم دي بوفوار ما عندش لي جوار عندهم مرا الحيط المهم كاين بزاف ديال الحوايج كتكون في الدار وكيشوف في الدار كيشوف كلشي شي واحد كابرو كيكون برو بزاف بعض المرات كيقتل الهاكر ولكن خصك تكون برو ويكون عندك عاوتاني شويه ديال الزهر. ميرسي خويا البشير. دونك دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كيسيون الثانيه ديالكم. السلام عليكم بغيت نسولكم شنو هو احسن سلاح في بابجي؟ كومورا شنو هما احسن الاسلحه في بابجي؟ الاسلحه في بابجي كيكونوا بحال قلتي دي كاتيجوري كاين سنايبر رايفلز كاين اسولت رايفلز على حسب كل واحد ولاش كيصلح. انا بالنسبه ليا كيجيني احسن هو انه الانسان يدير اون كومبينيزون ما بيناتهم بجوج يعني يكون عنده جوج ديال السلاحات اللي جامع بيناتهم واحد اللي غينفعو في البعيد باش يسنايبي شي حد الا شافو من بعيد وواحد اللي غينفعو في شنو نقولوا الميديوم وكلوز رينج يعني الا كان غير قريب لك بشويه وما بعيدش عليك بزاف اللي خاصك ضروري شي سنايبر رايفل ليه. انا مثلا بالنسبه ليا كندير ديما واحد لا كومبينيزون ديال الكار على ود الناس اللي بعاد وديال الام 416 على ود الناس اللي قراب.